السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا مع بعض نبدأ نحط كولوم. اختار الكولوم اللي انا عايزه، وليكن مثلا الكولوم دوت اهو، واحط كولوم تاني اهوت. تمام، دول الارتفاع بتاعهم كام؟ من ليفل واحد ليفل اتنين. تمام، طيب انا دلوقتي عايز ارسم بيم بينهم، فهدخل على ليفل اتنين. تمام، مش ظاهرين معايا، هتلاقي موضوع الكروب فيو فعله كده بحيث ان هو يوريك الحاجات. ايوه اهوت، هاجي اقول له انا عايز ارسم بيم، خلينا نختار البيم هيت من هنا لهنا. اقدر اعمل سيلكت عليهم واقول له انا عايز اشوف الكولوم والبيم دول في 3D بشكل دوت. تمام، طيب خلينا نروح بقى للستيل، وهقول له من هنا انا عايز اشوف الكونكشن، ايه الحاجات المتاحه ليا. هبدأ اشوف الحاجه اللي هي البيم، كلهم مع بيم اهيت. تبدأ تختار بقى الأشكال اللي أنت عايزها، بيم ستي مثلا، الاتنين دول تبدأ تشوفهم اد اوكي. تمام، وبعد كده لما هاجي كونكشن هيبدأ يديني بقى الحاجات اللي توصل، يعني مثلا بيم اهيت. فهقول له أنا عايز أوصل بدي مع دي. علمت عليهم الاثنين، دوس انتر فيبدأ يعمل لي الكونكشن دوت. فهتلاقي اتوصل اهو بالشكل دوت. تمام، تقدر تعلم عليها برضو، وتقدر تغير فيها، تقدر تقول له موديفاي بارامتر، وتقدر تعمل كوستمايز وبريك زي ما انت عايز في قلب الاستراكشر كونكشن. تقدر تقول له سيت تايب بتاعي هتبقى تي بلات ولا تي بروفايل، الكونكشن سكندري هيبقى ويلد ولا بولتد. تقدر تعدل زي ما انت عايز في كل القيم ديت. تمام، بحيث تعرف الفتحات والتركيبات وكل الحاجات دي زي ما انت عايز. تمام، ممكن تقول له عايز اعمل كستمايز فتعمل حاجه خاصه بيك، تقدر تعدل فيها كما تشاء، كما زي ما انت عايز.